حضرتك احنا هنيجي صح؟ بقى دلوقتي اهو للمراحل بتاعتها. المراحل بتاعتها من بعد ما انا بستلم العصايه وابتدي ارسم الشكل بتاعي، بيبتدي بعد الرسم على طول ان انا اعمل حاجه اسمها ايه، وريني ايه اللي في الدرج هنا، عندك حاجات ابتدي غريبة جدا اعمل في حاجه الدرج. اسمها فتح بقى ايه في المكان اللي هو بتاع السلك، اللي هو ايه اي مجرى ايوه انا اعملها ايوه كده. ببتدي بآلة زي زي ديت، النقش على النحاس بالظبط، نفس الفكرة يعني، يعني نفس ال ببتدي افتح بالفريزه، لازم الحاجات دي تكون مظبوطه معينه بنفس درجه السلك اللي انا بشتغل فيها. يعني انا مثلا درجه السلك اللي معايا ملي، يبقى لازم بظبط الفريزه لان هي ما بتجيش مظبوطه، انا اللي بظبطها برضو على ايديا وكده ان انا اقدر اوصل للحاجه دي، على تمام. اساس ان انا لما سؤال اجي يا برنس، كل الحاجات دي هتعملها بنحاس ولا ممكن تبقى فضة ولا ممكن تبقى ذهب، يعني على حسب اللي بيطلب يعني؟ ممكن تبقى كل الحاجات ديت ممكن تبقى، بس هي بتبقى حسب التكلفه. يعني أكيد احنا أكيد، بس يعني يقول لك نقدر، إيه، أطلب اللي أنت تمام عايزه وأنا أعمله لك. مظبوط. تمام احنا بنيجي في حاجه زي كده، ببتدي مثلا ان انا اروح ماسك حاجه ايه زي كده، ابتدي ايه اركب. يعني انا خدت المرحله بتاعت ديت ان انا فتحت الشكل، ابتدي ايه اروح اعمل ايه الحاجه بتاعتي اللي هي ايه الثانيه، ان انا كده ركبت الايه، ركبت السلك بتاعي. حلوة قوي لما يعني. اركب السلك بتاعي اللي هو هيجي لنا يبقى بالمنظر ده كده، ده تقريبا يعني اهو بقت الايه، كده السلك اتركب. تمام كده انا خدت ايه، خدت مرحله الرسم وخدت مرحله الفتح اللي هو بتاع السلك، وبعد كده ركبت السلك بتاعي. بتيجي بعد كده المرحله اللي هي بقى ايه التانية، اللي هي ان انا انا بحفر. في عصايه طمعان فيها هنا كده عايز اشوف، لان اتفضل. ده شغل كتير تمام بالراحه. اوعى 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 بس معاك. اوعى. تقيله طبعا تقيله قوي طبعا قوي دي، برضو ابانوس ها، برضو ابانوس، بس دي مفكه شويه. لا يعني دي يعني محتاجه بس ايه تظبيط. محتاجه تظبيط، هي بس محتاجه بس فيها شغل تظبيط. كتير بقى. هو اللي لفت نظري فيها ان فيها شغل كتير قوي، يعني فيها حفر كتير، فيها هو شغل كتير، وفاروز ده فاروزه هو ده فاروز، وده صدف. صدف. هو ده شكل، الشكل ده برضو بيبقى ليه اسم، يعني ده اسمه شعلة. شعل. لو تلاحظ حضرتك برضو ايه بصوا مع نفس بصوا الشكل هنا ده. بقى، هنا الايه، الايد غير الايد، ما هي برضو الايادي بتختلف. مظبوط أي. تمام حضرتك. دي تسميها ايه؟ اليد دي اسمها طبانجة. طبانجة. وهنا تمام. دي يد كورة. يد كورة عادي ماشي تمام، المسمى. بس انا حاسس ان الطول مختلف شوية. لا مش قوي، مش قوي يعني، ما احنا محافظين على قد ما نقدر ايه على حكاية ال. تمام، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان احنا جوه الاطار بتاع السلك دوت بقى اللي احنا شفناه، ببتدي بعد كده اعمل حاجة اسمها حفر. لازم انزل ايه شوية في الارضية، على اساس ان انا لازم اعمل الحفر دوت، بغير بقى الفرايز بتاعتي تاني وانزل بالحفر دوت، عشان لما اجي اركب الاحجار اللي احنا شايفينها ديت، ايوه. اي نوع بقى من انواع الحجر ده ايه ديت. حجر ايه ده؟ ده ايه؟ فاروز. ده فاروز؟ ده فاروز. فاروز مقطوع بقى. احنا هو بيبقى حجر زي ما هو، بنبتدي نقطعه وده لحاجه فاروز زي برضه. لا هو ده كل حاجه ليها اسم، يعني احنا كده ده فاروز. تمام اللي ده في اللي ايد انا حضرتك ده ملاكايت. ملاكايت. ملاكايت اللي هو تمام، ده الاخضر، طبيعي ولا صناعي؟ يعني ده صناعي. يعتبر الدرجه اللي تحت الطبيعه على طول. تمام، عندنا لكن هنا الفاروز ده طبيعي ولا تعمل؟ الفاروز برضه طبيعي؟ يعني انت ما ده بتشتغلش بطبيعي. لا، الحاجه الوحيده اللي شغال فيها طبيعي اللي هو الصدف.